كثير من التحديات حضراتكم، كثير من التحديات حضراتكم حوالينا في مصر. زي ما انا قلت في المقدمة، في الاول في بداية المقدمة يعني، لما قلت ان في تهديدات للاتجاهات الاستراتيجية الاربعة للامن القومي المصري، في اتجاهات الاستراتيجية الاربعة، وسألت سؤال من اول الحلقة وقلت لحضراتكم نتخيلوا ونتأملوا مع بعض لغاية اخر الحلقة، هل في دولة زي مصر عندها تهديدات للامن القومي المصري في اتجاهاته الاستراتيجيه الاربعه وعندها تحديات طول الوقت في الاتجاهات الاربعه زي مصر؟ في دوله في العالم عندها هذا التحدي؟ كثير من الامور الخاصه بشؤون المنطقه والشؤون المصريه خارجيا وداخليا هنتناولها مع ضيفتي الكاتبه الصحفيه الدكتوره ساميه ابو النصر، مدير تحرير الاهرام. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ اشرف. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بمشاهدينا في كل مكان. اهلا وسهلا. بعد اذن حضرتك، انا يعني المقدمه بتاعتي اخذت تقريبا تلت ساعه كنت بتكلم على المشكله دي، عايز تعليق من حضرتك. بس حضرتك يعني صحفيه في الاهرام، يعني مسؤوله في مدير تحرير الاهرام يعني، فخير من اسال في هذا الاتجاه. هل في دوله في العالم عندها مشاكل في الامن القومي الاستراتيجي في اتجاهاته الاربعه زي مصر؟ والله السؤال ده سؤال مهم جدا وسؤال خطير جدا، واحنا لما نجاوب عليه فعلا هنكتشف ان فعلا ان مصر فعلا بتواجه تحديات كثيره جدا، وان فعلا ان هي مصر تعتبر الدوله الوحيده اللي بتتعرض ل، عايزين نقول ان هي فعلا الامن القومي من الجوانب الاربعه فعلا هي فيها تهديد، ليها تهديد مباشر بشكل كبير. ولكن لو جينا نبص على مدار التاريخ هنجد ان مصر ايضا كانت مستهدفه على مدار التاريخ، وان ده يمكن مش غريب على مصر. الحقيقه ان مصر عصرت غزوات واطماع كثيره جدا واستطاعت ان هي تتغلب عليها. يعني انا عايزين نقول ان هي خلاص يعني بقت دايما بنقول ان مصر عصيه على الانكسار، مصر عصيه على ان حد يتدخل في شؤونها. مصر ستظل قويه وستظل باقيه، لان زي ما بنقول ان هي مصر محفوظه الى يوم الدين. مصر طبعا الدوله الوحيده اللي ذكرت في القران 5 مرات مباشر واكثر من 50 مره تلميح. ف يعني مصر اللي نزل بيها جميع الاديان، جميع الرسل، الحقيقه كل الديانات نزلت في مصر. فالحقيقه يعني التركيبه بتاعت مصر الحقيقه هي يعني تركيبه بتقول ان مصر باقيه، ان مصر صامده، مصر مهما واجهت من صعوبات وتحديات الا ان هي هتتخطاها وستتجاوز كل هذه الصعوبات. اللي انت بحضرتك بتقوليه ده 100% صحيح، وزي ما انت حضرتك بتقولي ان دايما في التاريخ، بس احنا دايما في التاريخ حضرتك دايما المشكله عندنا بتيجي من سيناء في التاريخ كله، يعني من 7000 سنه كل الحروب جات لنا من الجانب الشرقي اللي هو سيناء. دلوقتي عندنا المشاكل الخاصه بالحدود مع اسرائيل والفلسطينيين والتعدي الاسرائيليين على الفلسطينيين والارهاب اللي كان متجمع طول الوقت ها في الفترة اللي فاتت، ومحاربة الإرهاب في سيناء. المرة دي زاد عليه مشاكل في السودان، مشاكل في ليبيا، والأمن القومي الاستراتيجي في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي اللي هو أطماع الغير في خيرات مصر في الغاز والبترول. تعليق حضرتك على التوترات دي طول الوقت، هو اشمعنا احنا؟ يعني اشمعنا المنطقة دي؟ ولا أنا غلطان حضرتك؟ ما هي مصر، ما هي يعني زي ما بيقولوا الكحكة الكبرى، كل اللي بيحصل ده ما هو عشان مصر. يعني ما هو كل اللي بيحصل ده الهدف منه كان يعني مصر، يعني اللي حصل في 25 يناير وبعديها وبعد كده رفضنا بقى اللي حصل والاخوان، ما كل ده كان عشان بهدف ان هو تفتيت المفتت وتجزئ المجزأ، وان احنا نفتت السودان اهي اتجزأت مرتين وكمان قابل ان هي تتجزأ تاني. فكل ده لان هم عايزين يدخلوا مصر للاسف. فكل اللي بيحصل ده يعني الحقيقه طبعا مش في صالحنا ولا في صالح، لابد ان احنا نبقى طبعا واعيين لان دي مخاطر كثيره جدا بتواجه الامن القومي، واحنا في فعلا في تحديات كثيره جدا. طبعًا. يعني بالنسبه لما يحدث في السودان ده تهديد مباشر لامنك القومي، واعتقد ان يعني الدوله المصريه يعني احنا شايفين كل يوم بتطلق مبادرات من اجل يعني توفيق الاوضاع، من اجل اعاده الهدوء للاراضي السودانيه، وبنتمنى يبقى في تغليب للصالح العام يعني فعلا، لان اللي بيحصل ده كمان ليس في مصلحه السودان نفسهم،
ولا حتى لو تم التجزيء، ما هو ده ليس لمصلحة السودانيين ولا لمصلحة من يعيش على الأرض السوداني. ولما احنا شايفين اهو السودان 160,000 لغاية دلوقتي نزحوا علاوة على أعداد كثيرة جدا يعني، فدي مشكلة كبيرة جدا. طيب معلش يعني سريعا كده همر على في مبادره خاصه ما بين مصر وبين قطر خاصه بمبادره مشتركه لدعم واغاثه الشعب السوداني. في اتصال تم ما بين فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ وامير دوله قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفه ال ثاني امير دوله قطر. تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها. الزعيمان شددا خلال الاتصال على اهميه العمل المكثف لاحتواء الاوضاع الانسانيه في السودان، واتفق على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني تهدف للتخفيف عن آثار وتداعيات الأزمة الراهنة خاصة اللاجئين من خلال تقديم المخدمات الإنسانية والإغاثية، على أن يتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات لتنفيذ هذه المبادرة. تعليق بس كده سريعا على هذه المبادرة، طبعا هيبقى فيه الكثير والكثير من المعلومات هتظهر في الايام القادمه، بس تعليق حضرتك ان الدوله المصريه طول الوقت عماله بتساعد قدر الامكان، وخاصه ان الولايات المتحده الامريكيه امبارح واول امبارح يقول لك عايزين يطبقوا عقوبات على السودان اللي اوريدي منهاره. والله طبعا هي زي ما بنقول ان مصر دايما بتسعى لتوفيق الاوضاع، لان تلاقي مخرج دلوقتي الاعداد النازحين طبعا في تزايد، في هناك مشاكل كثيره جدا، مشاكل سواء في الامدادات الصحيه اللي هي العلاجات بالنسبه ان هي الادويه اللي بتروح للسودان او الاغذيه، دلوقتي بقى في مشكله كبيره جدا. وعلى فكره في مشكله كمان برضو هتواجه مصر نتيجه اللي في كميه الاغذيه اللي كانت بتيجي منظمه الاغذيه العالميه اتقسمت ما بين مصر والسودان، يعني قلت حصه مصر نتيجه ما يحدث في السودان. فطبعا كل اللي بيحصل ده طبعا ده جزء من مساعي الدوله المصريه لحل لوجود يعني مخرج للازمه السودانيه. ونتمنى ان يبقى في يعني عايزين نقول ايه، يعني نتمنى يبقى في فعلا يعني عايزين نقول محاوله للصلح بين الطرفين ومحاوله للخروج السودان طبعا السودان الشقيق، ودايما بنقول ان السودان امن قومي جنوبي لمصر، فبنتمنى يبقى في حل فعلا حل لما يحدث في السودان، لان دي كارثه بكل المقاييس. دايما في صفحه جديده هنا وكنت بتكلم دايما بقول ان كنا فين وبقينا فين في علاقتنا مع الشقيقه قطر وايضا تركيا. فدلوقتي فخامه الرئيس بناء على تعليمات فخامه الرئيس بتربط بين الاثنين بحضرتك بيتم وزير الخارجية يتوجه إلى أنقرة للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التركي. وقبليها برضو ده الكلام النهاردة، هذا الخبر النهاردة، قبليها كمان بعد ما فاز الرئيس التركي أردوغان في اتصال هاتفي حصل ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي أردوغان، وهنأه واتفقوا على رجوع العلاقات الثنائية والدبلوماسية، وإن شاء الله نرجع السفارات تاني والسفرة تاني. شايفة هذا الاتجاه بيصب في مصلحة الشعب المصري والتركي او الشعب المصري والقطري ازاي؟ بص طبعا انت يعني بشكرك ان انت ربطت ما بين العلاقات المصريه القطريه والعلاقات المصريه التركيه، وان كان في هناك يعني فتور في هذه العلاقات خلال سنوات سابقه. طبعا احنا بناكد ان دور مصر الرائد في المنطقه، وان دايما مصر بتتعامل مع كل دول الجوار او كل الدول عموما، هي بتحرص على ان تكون هناك علاقات متوازنه. فيمكن ده نوع من المساعي، دايما بنقول ان مصر فعلا سباقه بالخير، دايما بتقدم العون والمساعده، فهنتهز الفرصه مع قدوم او فوز الرئيس التركي بالانتخابات الرئاسيه. ويمكن كان الرئيس المصري كان اول من هنأه في اتصال هاتفي، وطبعا وزير خارجيه في زياره لتهنئته ايضا، وده نوع من عوده العلاقات بين، عايزين نقول ان هم قطبين مهمين في المنطقه، وان عوده العلاقات من شانها ان هو يساعد في اذابه الاختلافات والخلافات وتحديد ويعني وإيجاد بقى نوع من التوافقات على عدد من القضايا، وده كله من شأنه
احداث يعني نقله نوعيه في العلاقات خلال الفتره القادمه. وزي ما بنقول ان دايما مصر حريصه كل الحرص على علاقتها بجميع الدول، بان يكون لها علاقات متوازنه، وان تكون هناك يعني دايما علاقات تقوم على الود والاحترام وعدم التدخل في شؤون الغير. هل هذه العلاقات اللي رجعت ممكن تساعد في سوريا، تساعد في ليبيا؟ بالتأكيد طبعا. وبعدين خلي بال حضرتك اللي برضو العلاقات كانت يعني فترة برضو طويلة مش قصيرة، يعني 12 سنة برضو فتور في العلاقة وعدم وجود علاقة طيبة. أعتقد إن عودتها في ظل طبعا الأحداث المتسارعة والمتلاحقة والصراعات والخلافات في هذه المنطقة المهمة جدا اللي كل العين عليها طبعا زي ما احنا شايفين، فطبعا أعتقد إن سيكون هناك مؤشر ل يعني لحل أو التوسط لحل عدد من القضايا اللي بتهم هاتان الدولتين. اخر حاجه، اخر سؤال عشان نخش بقى في الشأن الداخلي ونتكلم عن الحوار الوطني. موضوع الحوار الوطني ده اللي بنأمل كلنا بكل طوائف الشعب المصري ان احنا نوصل لتوافق واقتراحات تخرجنا من الصندوق، او يعني نخرج من الصندوق بأفكار جديده. اخر سؤال بس قبل ما نخش بقى في الشأن الداخلي اكتر واكتر، التقارب ما بين ايران والسعوديه، والتقارب ما بين بداية الكلام ما بين مصر وإيران، ده ازاي برضو يصب في مصلحة الشعبين، إذا كان الإيراني أو المصري أو الشعب الإيراني والسعودي، ازاي ممكن يكون ده في مصلحة الدول، ثلاث دول؟ بص، هو طبعا إيجاد توافقات ما بين يعني ثلاث دول وثلاث دول كبار، وطبعا مصر دخل كوسيط أيضا، فمن شأنه زي ما بنقول ان هو يحاول ايجاد لم الشمل. احنا عايزين يا جماعه نقول ان احنا فعلا يعني الدول المنطقه العربيه دي لو تجمعت الحقيقه ستحقق يعني طفره ونجاحات وتقدم كبير جدا. ولكن طبعا في هناك عايزين نقول، مش عايزين نقول نظريه المؤامره، ولكن هذا ما يحدث ان فعلا على الواقع نحن بنشوف في مؤامرات كثيره جدا بتتم نتيجة ان هم مش عايزين الدول دي تتكاتف ولا تتوحد. احنا شايفين في يعني كل يعني بين الحين والاخر وقيعة بين دولة ودولة صحيح. اخرى في صحيح. المنطقة العربية، في مشكلة لا مش حصلت. دولة ودولة اخرى، ده الدولة نفسها والشعب والشعب التاني. عندك ده سوريا دي وليبيا وحضرتك والسودان واليمن احنا مش عايزين يعني مشكلة. ما بين الشعب والشعب اساسا. احنا عايزين يعني فعلا يعني، والمخرجات بتاعت المؤتمر القمة العربية الحقيقة لابد ان هو يعني القمة دي لابد ان في مخرجات ليها، لابد يتم التنفيذ على ارض الواقع فعلا، لان فعلا لم الشمل يعني يمكن القمة العربية كان فيها جزء من ان لم الشمل. يعني مثلا اول مرة شفنا سوريا جت حضرت القمة، وكان يعني بغض النظر عن بعض التحفظات او بعض الامور ولكن كانت موجودة. احنا ممكن عايزين نقرب وجهات النظر، عايزين فعلا نغلب مصلحة المنطقة العربية دي، لان فعلا لو يعني الدول دي لو تجمعت الحقيقة ستكون قوة ضاربة. احنا شايفين الاتحاد الاوروبي دايما بنقارن بين المنطقة العربية والاتحاد الاوروبي، 27 دولة اختلاف في الجنس واللون والدين واللغة والاختلافات في كل حاجة، ومع ذلك بيدخلوا الدول من غير تأشيرة، مع ذلك متوحدين في التأشيرة، بتدخل تأشيرة شنغن، تأشيرة موحدة، في عملة موحدة. يعني الحقيقة يعني الاتحاد ده بيسبب قوة، بيسبب قوة. احنا شفنا يمكن بريطانيا لما خرجت والبري اكزيت والكلام ده كله، شفنا حصل لها يعني تراجع تراجع كثير جدا في اقتصادها وفي العملة بتاعتها. يعني احنا يعني لابد ان احنا فعلا مساعي طيبه جدا لاعاده اللحمه العربيه والتعاون ما بين الدول العربيه ومن دول المنطقه العربيه، نشر الاستقرار في المنطقه بشكل عام في الشرق الاوسط. لان هو مصطلح الشرق الاوسط ده انا ضده، بس يعني بعدين بقى انه
ما اصل انا اللي مجنني انه مفيش توترات في الكره الارضيه غير اوكرانيا هي وروسيا، يعني غير في مصطلح، المنطقه بتاعتنا. مصطلح الشرق الاوسط ده طبعا ده مصطلح يعني اكبر شويه. لا يعني هو مصطلح هو اكتر منه، هو امريكي، لان هو انت لو الشرق الاوسط يعني انت من المكان اللي انت فيه بتشوف الخريطه، فهي الشرق الاوسط دي هي تعبير امريكاني، وكان يقصد بيه ان هم مش عايزين عشان يدخلوا في اسرائيل، انما هي طبعا المفروض نقول عليها المنطقه العربيه يعني. المنطقة العربية. فانا ليا خلاص استقرار للمنطقة العربية. فانا ليا تحفظ يعني. تمام، فهمت. طيب نخش بقى على الشأن الداخلي ومشاكلنا الداخلية و انت نسيت تتكلم على زيارة قرينة الرئيس الأمريكي. خلاص، لا أكيد طبعًا، زيارة هامة جدًا. برضو دي كانت زيارة هامة الحقيقة. زيارة هامة جدًا، كانت بدايتها إمبارح والنهاردة. شفت النهارده كده زياره ليها لمنطقه الاهرامات، ويعني في على السوشيال ميديا وبالامس الجامع الازهر الحقيقه، وكان بصحبه رئيس الجامعه الحقيقه. برضو دي من الزيارات، هي كانت رايحه هي وقرينه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي الى فرح في الاردن كويس للامير ولي العهد، وبعد كده يعني هم الاثنين يعني هم الاثنين جم بقى مصر لزياره زوجه الرئيس الامريكي. هي يعني بادره كويسه لزياره مصر عموما، والتعرف على الحضاره المصريه العظيمه طبعا، دي بادره كويسه ونامل يعني في. هل ليها شق تاني غير الزياره السياحيه الجميله اللي طبعا طول الوقت مصر مرحبه بكل شعوب العالم، مش بس الرؤساء، كل شعوب العالم مرحبه، هل في اتجاه تاني او وجهه نظر تانيه اخرى في السياسه بشكل عام يعني، ولا هو بس زياره تعتقد ان هي زياره يعني زيارة يعني فقط سياحية؟ يعني زيارة سياحية وبرضه سياحية سياسية برضه يعني، ممكن تقول عليها كده يعني. اوكي طيب خلاص، خلينا نخش ادينا انا قلتها، هي الزيارة هي جت بتاعت امريكا، تمام كده. استأذنك بقى نخش على الشأن الداخلي وزيادة الأسعار والمشاكل التعليم ومشاكل الصحة والحوار الوطني. الحوار الوطني اللي ابتدى تقريبا بقى له 3 أسابيع تقريبا دلوقتي، وان شاء الله هذا من 3 مايو يعني يعتبر شهر تقريبا 3 أو 4 أسابيع، لكن في اسبوع اللي فات ما كانش فيه جلسات غير جلسه واحده خاصه بالتعليم. متابع يا فندم. متابع يا فندم، حافظ. فحضرتك وحضراتكم هيكون عندي في 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 الاسبوع ده جلسه يوم الاحد خاصه بالملف السياسي، وجلسه خاصه يوم الثلاث بالملف الاقتصادي ان شاء الله، وجلسة أخرى تالتة يوم الخميس الخاص بالمشاكل والنواحي الاجتماعية. لو تقدري تديني بس فكرة عن هيتكلموا عن إيه الأسبوع ده؟ هو بكرة إن شاء الله هيتكلموا في الملف السياسي زي ما حضرتك قلت، هيتكلموا على المجالس النيابية والقانون والمجالس التشريعية وانتخابات، يعني أعتقد برضو يبقى في جزء انتخابات الرئاسية، وإحنا المفروض المقبلين على العام القادم 2024 في بدايتها على فتح باب الترشح. أعتقد النظام الانتخابي، نظام التصويت، الهيئة الوطنية للانتخابات، الدور اللي هتقوم بيه بعد كده، الانتخابات البرلمانية في 2025. يعني الحياة يعني هي كلها الحوار أهم حاجة في يعني الحقيقة اللي بتعجبني في الحوار ده، البعض يقول لك ده مكالمة مكلمة وإن هم يقعدوا يتكلموا أو الكلام ده كله، لا مش حكاية مكلمة، حكاية اللي احنا بنخرج فعلا أفكار ورؤى لبناء الدولة المصرية، حكاية شعار مساحات مشتركة أو قواسم مشتركة. احنا فعلا لابد ان احنا دايما في اي علاقه، لو حتى علاقه بين اتنين، لابد ان هما لو ما وجدوش مساحات مشتركه مش هيقدروا يعيشوا مع بعض. صحيح. كمان كدوله او كمجتمع لما تجتمع جميع القوى السياسيه وجميع الجمعيات الاهليه والاحزاب والنقابات وكل الممثلين عن هذه الكيانات اللي بتشكل اي مجتمع بيجتمعوا من اجل ان احنا نجد صيغه توافقيه واراء بحيث ان احنا تساعدنا في ان احنا يبقى فيه ما فيش اي مشاكل او تخدم المواطن المصري، يبقى ده كل ده لصالح المواطن المصري. تمام، ده في الشق السياسي اللي جاي ان شاء الله بكره. تمام حضرتك، كان في جلسه اللي هي انعقدت الخميس اللي فات اللي هو خاصه بالتعليم،
صح كده؟ لو تديني فكرة بعد إذن حضرتك عن ما حدث في هذه الجلسة الخاصة بالتعليم في الحوار الوطني الأسبوع اللي فات، كان الهدف؟ طبعا هو التعليم طبعا من القضايا المهمة جدا، ويمكن هم عملوا ليه جلسة استثنائية الأسبوع الماضي. هو التفكير في مجلس أعلى للتعليم أنه يناقش سبل تطوير التعليم، وده أعتقد خطوة مهمة جدا على الطريق السليم، ونتمنى أن يبقى فيه يعني نوع من المخرجات. احنا مش عايزين نخترع العجلة، خاصة في موضوع التعليم. يعني دايما كل شوية وزير يجي يحط رؤية ويجي حد تاني يغيرها. يعني نتمنى أن يبقى فيه رؤية واضحة، وخاصة في موضوع التعليم، وهي أهم حاجة تحسين جودة المخرج التعليمي. وده هيتحسن بأن احنا يبقى فيه عندنا أولا، أول حاجة تقليل الكثافات في الفصول. محتاجين اللي احنا لو ان احنا عندنا كثافات في الفصول، لابد ان يبقى فيه إنشاء المدارس، يبقى فيه تقليل الكثافات. محتاجين تأهيل المعلم نفسه، تمام، تأهيل المعلم تأهيل جيد، بحيث ان هو يقدر يؤدي رسالته على أكمل وجه، عشان لما يؤدي رسالته على أكمل وجه نقلل الدروس الخصوصية اللي احنا بنقول ان يبقى فيه اتجاه لمحاربتها. تالت حاجة رفع، طبعا رفع دخله، لان طبعا دي أكبر مشكلة بتواجه المدرسين طبعا، نتيجة طبعا ان دخله بيكون منخفض، فبيسعى الى ان هو يتطور من ان هو يبحث عن مصادر اخرى للدخل من خلال الدروس الخصوصية. كمان مهم جدا الاهتمام في المدارس بتخريج المواهب للطلبة، سواء في حصص التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية. يا جماعة لازم الحصص دي ترجع تاني للمدارس، لان دي اللي بتخرج. يعني دايما حتى لما يقول لك ان ولاد مكبوتين او متضايقين، او ممكن بالرسم نخليهم يخرجوا من هذا الـ يعني مهم جدا الاهتمام بالنشاط بمواهب. الثقافي بالظبط، والرياضي في النشاط المدارس. الثقافي، كلنا نشأنا على الحاجات دي. كمان في كمان مشكلة كمان، ان بعد كورونا، يعني انا ليا مدرسات صديقاتي بعد كورونا، يعني المدرسات والمدرسين مش عايزين الولاد يرجعوا المدرسه. انت فاهم؟ يعني نتيجه ان هم ايه، هم اتعودوا ان الولاد مش موجودين، وان هم مش عارف ايه، بقى في اتجاه يقول للولاد ايه، انت مش شاطر بقى، انت جاي عشان تلعب. يعني المدرسه ليها دور مهم جدا، جدا طبعا، ليها دور في التفاعل الطلبه مع بعضهم البعض، في النشاط الثقافي، في ان هم يخرجوا مواهبهم، في ان هي اساسا اسمها التربيه والتعليم، بالظبط. اساسا اسمها تربيه وبعدين تعليم. التربيه دي بتبقى في حاجات كتيره جدا، في علاقه الطفل بالمدرس، علاقه الطفل بالمدرسه، علاقه الطفل مع الطفل صاحبه صديقه او زميله او زميلته، كل دي تربيه. التربيه انك انت تبقى حدك احساس بانك انت تقدر تعبر عن نفسك، اذا كان زي ما حضرتك بتقولي في الرسم، اذا كان في الفن، اذا كان في الرياضه، اذا كان كل ده تعبير عن، هي دي اسمها التربيه اللي احنا تقريبا لغيناها بقالنا سنين طويلة يعني. صح؟ مهم جدا كمان ربط اتفضل. مخرجات التعليم. لما بنقول دايما دايما كنا بنتكلم في الموضوع ده، نتمنى ان الحوار الوطني يلاقي له بقى يعني الاهتمام بالتعليم الفني. طبعا طبعا، الاهتمام بالتعليم الفني، وخاصة ان الدولة المصرية بعد بدون قطع كلامك، يعني الدولة المصرية مهتمية جدا بالصناعة والاستثمار في الصناعة. مهم جدا. فالتعليم الفني طبعا بنقول قاطرة التقدم. كل الدول اللي سبقتنا او اللي هي حققت طفرات اقتصادية كبيرة جدا كان من خلال التعليم الفني. الخريج التعليم الفني بيكونوا اعلى راتب، سواء في المانيا، سواء في الصين، في اليابان. نشوف ازاي الدول دي اتقدمت من خلال الاهتمام بالتعليم الفني. نعم. يعني فاحنا محتاجين الحاجات دي كلها. في مشكلة بقى كمان عندنا، ان احيانا مخرجات التعليم، يعني احنا بنندهش ان نسب الاميه في تزايد، برغم ان المفترض ان اعداد لا حضرتك المتعلمين لغاية دلوقتي لغايه ما زال دلوقتي نسبة لغايه الأمية دلوقتي يعني حضرتك نسبه الاميه دلوقتي ما بتصل 39%. مشكله في تزايد، نتيجه بقى نتيجه حاجه حاجتين، التسرب من التعليم ومخرجات التعليم. يعني في عندنا يعني خريجين تعليم فني، اذا كنا بنتكلم على التعليم الفني، وبنجد ان هم لا يجدوا القراءة والكتابة، ودي كارثة.
عندنا كمان المتسربين والمتسربات اللي البنات اللي بيخرجوهم وهم صغيرين عشان تتجوز في سن مبكر، تمام، صحيح. وتجيب لنا اطفال ونعمل زياده سكانيه. كل دي مشكله كبيره جدا، فلابد يكون في تشريع يجرم التسريب من التسرب من التعليم. ولي امر الطالب سين او صاد اللي ابنه بيتسرب من التعليم وما بيكملش تعليمه، لابد ان يبقى فيه ليه تجريم. وعلى الجانب الاخر يبقى فيه حافز ايجابي للاب اللي استطاع ان هو يعلم ابنائه ويوصلهم لبر هو الامان. الحافز، ثالث حاجه الحافز انا شفته يعني سمعت عنه كذا، في حتى في حياه كريمه وفي مبادره حياه كريمه في الحافز، حكايه انك انت بتروح وتودي ولادك للتعليم وفي ده مش في حافز حياه كريمه، ده في تكافل وكرامه. او تكافل تكافل وكرامه. وكرامه بيربطوا المكافاه اللي بياخدوها بان هو صح يكون ابنائه صح في التعليم. عفوا صح وده تكافل فعلا وكرامه. ويعني الحقيقه والدوله المصريه صرفت ما يقرب من 90 مليون حاجه كده لهذا المبادره. تمام وتكافل وكرامه اللي بتتبناها وزاره التضامن الاجتماعي. لما بنيجي نتكلم على موضوع كمان الموضوع الثالث اللي عايزه اقول لحضرتك عليه في التعليم، اللي هو اتفضل. الربط ما بين المخرج وما بين ان احنا المؤهلات دي اللي احنا محتاجينها، يعني اللي محتاجها سوق العمل. لابد ان يبقى في عايزين ايه دراسه او رؤيه بتطلبه سوق العمل. يعني احنا مثلا محتاجين مثلا 100 طبيب، يبقى ممكن ندخل 200 بس ما ندخلش 2000 3 مثلا. صح. يعني الفكره ايه ان احنا يبقى في يعني ربط ما بين اللي محتاجه سوق العمل واللي واخد بالك، وما بين فعلا المخرجات اللي بيخرجوا، عشان ما يبقاش في بطاله يعني قدر الامكان. صحيح. وطبعا الاهتمام طبعا زي ما بنقول بالتعليم الفني، لا التعليم الفني ده في الاساس بيبقى فيه نوع من التفكير الابتكاري، ان هو الولد اللي متخرج من التعليم الفني دوت بيبقى عايز يعمل مشروع، يعني يبقى عنده تفكير ابتكاري ان هو يشتغل في حاجه فنيه. كل دوت لا نقلل من شأنه، بل بالعكس ان احنا نساعد على دوت، ونساعد كمان دور الاعلام طبعا في تغيير الصوره السيئه للتعليم الفني، او ان هو اقل مستوى من التعليم العادي. بل بالعكس في ناس بتتخرج من هذا التعليم وبتدخل وكمان بتكمل في معاهد وكليات للهندسه وللتجاره، يعني في كليات مختلفه الحقيقه. ولكن المهم جدا ان احنا يبقى الكواليتي بتاعت يعني النوعيه بتاعت المخرجات التعليم تكون جيده، وتكون بتحقق ما تصبو اليه الدوله المصريه. تمام. طب قبل ما اخش على ان شاء الله ده، احنا اتكلمنا عن الجانب اللي هو اللقاء السياسي بكره بتاع السياسي للحد الحوار هيبقى الوطني يوم الثلاث ان شاء الله، الحوار الخاص في الحوار الوطني على الخاص الموضوع الاقتصادي. قبل هستأذنك بس قبل لما نخش على الجانب الاقتصادي اللي هو هيتناولوه في الحوار الوطني يوم الثلاث الجاي، الاسبوع ده لا اللي قبليه، كان في حوار في الحوار الوطني بالنواحي الاجتماعيه اتكلموا عن الزياده السكانيه والمشاكل الخاصه بالزياده السكانيه، وقد ايه ان الزياده السكانيه دي بتاكل كل ما هو موجود وتنميه في الدوله المصريه بشكل قوي جدا. فلو هتكلميني بعد اذن حضرتك عن هذه المشكله اللي تناولوها في الحوار الوطني، هل عندك فكره عن اتقال ايه؟ هل في افكار جديده في هذا المجال ان احنا نقدر نحجم شويه عدد السكان اللي بيزيد ده 2.5 مليون ولا 2 مليون كل سنه؟ هل في كلام جديد في هذا الاتجاه في الحوار الوطني؟ احنا الساعه السكانيه دلوقتي لسه كنت معديه من يومين كده، يعني وصلنا ل 105,000. يعني 105,000 ده عدد سكان داخل مصر. وطبعا 105 مليون قصدك؟ 105 مليون. ايوه 105 مليون. تمام اتفضل. 105 مليون، وطبعا لو على اللي خارج مصر، اللي خارج مصر بيقول 15 مثلا. فيعني الحقيقه يعني دي مشكله كبيره جدا بتواجهنا برضو، وتحدي كبير. ويمكن عشان كده يمكن يعني في المحور المجتمعي يعني تحدثوا عنها بشكل مستفيض، ومحاوله ايجاد ليها يعني طرق لعلاجها. زي ما بقول لحضرتك مهم جدا ان احنا يعني الشغل على الاثنين، على التوعيه وعلى التنميه، يعني تنميه الخصائص السكانيه. يعني احنا بنقول ان احنا
نشتغل على التوعية الناس، وان هو يبقى فيه وسائل لمنع الحمل، الوسائل متوفرة، مش يعني، لان في للاسف في بعض كمان، عشان نقول برضو ما نحطش راسنا في الرمال، فضل. في بعض السيدات مثلا بتروح عشان تستخدم هذه الوسائل، او ما يبقاش عندها، ما معهاش قدرة مادية، اللي احنا لازم نوفرها لها، احنا برضو لازم نوفر لها الوسيلة دي، ولازم يبقى في متابعة للسيدات الحوامل من المستشفيات اللي بيتم فيها الحمل، يبقى في توعية للسيدات دي. تمام، انت دلوقتي الست دي وضعت مثلا طفل، لابد يبقى في متابعة ليها، متابعة لحالتها الصحية، وكمان توعية ليها ان هي لازم تستخدم وسيلة، عشان مثلا ابنها لما يكمل سنتين ثلاثة تبدأ تنجب تاني، ما يبقاش فيه ورا بعض ورا بعض ورا بالظبط، ما بعض. يبقاش فيه. دي حاجة. تاني حاجة، موضوع التسرب من التعليم ده، لأن بيساعد بشكل كبير جدا إن البنات بتتجوز في سن صغير، وخاصة في الريف صحيح. والصعيد، وده أنا بشوفه يعني من خلال يعني زياراتي العديدة سواء في الريف أو الصعيد، هنا أسيوط، يعني الحقيقة سوهاج، يعني في بلاد كتيرة جدا فعلا بيتجوزوا البنت بدري، ودي مشكلة كبيرة جدا. يمكن احنا اشتغلت في حملة جوازها قبل 18 يضيع حقوقها، دي حملة اطلقتها برضو، قوليها تاني. جوازها قبل 18 يضيع حقوقها. جوازها قبل 18 يضيع حقوقها. دي احنا حلو. دي حملة تبع طبعا مبادرة وعي للتنمية المجتمعية اللي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، وشغالين عليها الحقيقة. والحقيقة سافرنا بالمبادرة دي يعني في محافظات، ورحنا محافظات الصعيد، يعني رحنا الاقصر وقنا واسيوط، مهم جدا. فاحنا بنوعي الولاد اللي هم الشباب، بحيث ان هم حتى يبقوا يطلق عليهم سفراء الوعي، بحيث ان هم يوعوا بالقضايا الخطيره دي، ان فعلا ان جواز البنت ده بيضيع حقوقها، ان هي اولا صحتها بتضيع، بيبقى في مشاكل صحيه عندها، بيبقى في مشاكل في يعني نسب الابن او الابنه اللي بتخلفه بعد كده، بيبقى في مشاكل نفسيه في التربيه، ان هي ما صحيح. بتعرفش تربي دوت، بيبقى في مشاكل في الناحيه التعليميه، ان ممكن ما تقدرش برضو تدخل ولادها مدارس او مشابه، لو الزوج حصل له اي مشكله او كده ما تقدرش تحصل على اي ميراث من اسرته، يعني مشاكل كثيره جدا بتتعرض ليها الفتاه. فكل دي مواضيع متعلقه ببعضها، يبقى لابد ان احنا نشتغل على منع التسرب من التعليم، توعيه البنات الاسر والبنات، العمل على وجود تشريع ايضا ان الاب اللي جوز بنته قبل 18 لابد يبقى فيه برضه حاجه عقاب، لان في من اساء، من امن العقاب اساء الادب، دايما صحيح. دوت النظريه دي الحقيقه مهمه، دايما بنشوفها، اللي فعلا بيامن العقاب نتيجه حاجه معينه فبالتالي بيقوم ايه؟ صحيح. مكررها مره واثنين وثلاثه. صح. فمهم جدا ان احنا نشتغل على المواضيع دي. والزياده السكانيه، عايزين نقول اذا كنا بنتكلم عن المواطن برضو المصري، ناس كتير تقول لك الغلاء الاسعار والغلاء والدنيا مش عارف ايه، واحنا المرتبات صغيره والكلام ده كله، ما هو انت برضو ليه ما بتبصش على ان حضرتك ما عندك سته، وانت مثلا انت ومراتك يبقى ثمانيه، لو انت المرتب بتاعك ده ايا كان، تمام، لو متقسم على اربعه زي ما هيكون متقسم على ثمانيه، اكيد طبعا لا. فبالتالي شعورنا بغلاء الاسعار طبعا اكتر، نتيجه طبعا ان احنا ضاغطين على اقتصادنا وضاغطين على مواردنا، وزي ما بنشوف في تنميه كبيره جدا بتحصل على ارض الواقع، ولكن طبعا كل الزياده السكانيه دي بتلتهم كل موارد التنميه، نعم. فدي مشكله كبيره جدا، لابد ان احنا كل مواطن يتحمل مسؤوليته، وان احنا نقول ان هو مش موضوع. انا كمان في ناس، بعض الناس برضو بشوفهم يقول لك انا عندي مقدره ماديه اقدر اجيب خمسه وسته، اتجوز اتنين تلاته، تمام. المشكله مش كيف كده كمان حضرتك، المشكله كمان ان احنا حصه مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، دي منذ خمسينيات، دلوقتي كان في الخمسينيات عدد سكاننا ما يقرب من 15 مليون او 20 مليون، دلوقتي احنا 105 مليون، يبقى الحصه دي هي متقسمه علينا، وبالتالي يبقى احنا كده دخلنا
مرحلة الفقر المائي. يا جماعة لازم نبقى واعيين، موضوع مش موضوع حرية شخصية أو إن أنا حر، لا، أنت بتأثر على غيرك بشكل غير مباشر، أنت صحيح. بتاخد من حصة المية، بتاخد من أماكن التعليم، الأماكن الكراسي اللي في اللي كنا بنتكلم على التعليم الفصول. وجودة الفصول، فأنت بتاخد من كل حاجة في الدولة، فبالتالي أنت بتأثر، بتعمل ازدحام في الشوارع، ازدحام في المواصلات العامة، الأراضي الزراعية اللي بناكل منها الأراضي أساسا، الزراعية اللي الغذاء. طبعا اللي احنا بنبني عليها طبعا وبندمر، احنا عندنا أخصب الأراضي الزراعية اللي من أيام محمد علي، يعني الحقيقة انبهر بالتربة الزراعية الموجودة، تمام، احنا بندمرها وبنبني عليها، تمام، يحصل تبويض. يمكن عجبني جدا كلمة السيد الرئيس لما يعني ناشد الفلاحين وقال لهم انتوا عندكم ثروة يا ريت نحافظ عليها. الحقيقة ده يعني فعلا يعني لابد ان يوعي المواطن فعلا، لان فعلا الارض دي لا تعوض، لا تعوض. عندك حق، عندك حق. طيب فمن ضمن الحاجات المطلوبة كمان بالنسبة للقضية السكانية، بس سريعا بعد اذنك اتفضلي سريعا. بالنسبة للقضية السكانية مطلوب نائب لرئيس الوزراء للقضية السكانية، لان مشكلة القضية السكانية متخصص في هذا الموضوع بس. بالظبط. ليه بقى حضرتك؟ ليه؟ متابعة الوزراء المعنيين، لابد ان القضية دي يشتغل عليها كلنا، يعني ما ينفعش ان احنا حضرتك نقول احنا نيجي في الاعلام ونقول اتنين كفاية، وبرضه انا بشتغل في المبادرة دي تمام برضه اللي اطلقتها وزارة التضامن، ونيجي نلاقي على تمام وزارة الاوقاف، نيجي نلاقي المشايخ في المساجد بيقولوا ايه، يعني ايه، يعني ان الذرية وان احنا نتكاثر وان مش عارف ايه، يبقى في تعاون ما بين كل لازم يبقى المصالح للدولة. توحيد تمام الخطاب دي طيب حاجة، توحيد بالظبط الخطاب، توحيد طيب الرسائل، التعاون ما بين الوزارات المعنية المختلفة، واضح. تمام. انا اسف ان انا بقاطعك بس عشان يومي خلص خلاص. الكاتبه الصحفيه الدكتوره ساميه ابو النصر مدير لسه ما تحرير اتكلمناش الاهرام، في بقيه المحاور. معلش ما اعمل ايه، معلش كلمني في حاجات كتير. شكرا لحضرتك يا فندم، تنورينا تاني ان شاء الله، ونقعد نتكلم اكتر واكتر في مع الحوار الوطني شغال معانا، فحضرتك هتيجي وتجي لنا تاني ونتكلم باذن شكرا الله. شكرا يا استاذ اشرف، ودايما بنقول ان فعلا مصر قويه بابنائها وقويه بجميع اطيافها، فاحنا الحوار الوطني ده من اجل مصر ومن اجلنا كلنا ان شاء الله. شكرا لحضرتك. ده كان يومنا النهارده في صفحه جديده، وبكره نفتح صفحات جديده في مستقبل بلدنا مصر. تصبحوا على خير.